إذا نرحب فيكم في المحاضرة الأولى للمساء اللي هو مساحة 2 اللي هو نستطيع نقول أنه تكملة لمساحة 1 لأنه أنتم كطلاب هندسة مدنية يعني في كم معين من المساحة بدكم تعرفوه. هذا الحكي ما بنقدر نعطيكم إياه بمساك 1 فقمنا بتجزئته إلى مساكين، مساحة 1 ومساحة 2. بعض المعلومات بين عندكم واضحة أنه هذا مساك إجباري كومبالسوري. المتطلب السابق مساحة 1 وعلى ما أعتقد كلياتكم ماخذين مساحة 1. محتويات المساك كورس كونتنتس، أول موضوع اللي هو في شابتر 8 في التكست بوك عندكم اللي هو Areas and Volumes، حساب المساحات والكميات، كيف تحسب مساحة قطعة أرض بغض النظر عن شكلها، إذا كان شكلها منتظم من الخارج أو غير منتظم، وكيف تحسب حجوم الكميات الناتجة عن الحفر في المشاريع الهندسية المختلفة، سواء كنت بتحفر لبناء بناي، تعرف الأول بنكون بعملية تسوية للأرض، أو إذا كنت بتشق هايوي على سبيل المثال، تعرف في الهايوي في مناطق فيها قط وفيها مناطق فيها فيل، أو لو كان في عندك بركة مي، بحيرة، سد، بدك تعرف قديش حجم المي اللي موجودة وراء السد أو في البحيرة. كل هذا الحكي إن شاء الله تعالى راح نتعلمه من خلال المساك أو من خلال الشابتر هذا. ثم راح ننتقل لموضوع الراوت سيرفينج اللي هو مساحة المسارات. مساحة المسارات وذلك الفرع من المساحة الذي يعنى بتخطيط وتصميم وتنفيذ المسارات بأنواعها Planning, Design and Construction of all types of routes. These routes could be highways, could be railways, could be waterways, water canals, could be taxiways. شو معنى taxiway؟ والشوارع اللي بتوصل التيرمينال في الرنوي في المطار، مش عشان تاكسي يعني، معنى تاكسي taxiways او runways. فراح نتعرض احنا بشكل رئيسي للجيومتريك اسبكت and how to stake out these curves on the ground. كيف نوقع المنحنيات، كيف نعمل الشارع على ارض الواقع. الامور تتعلق بالتصميم راح تاخذوها باي مساكات؟ مواصلات transportation. في شابتر 7 في نهايه مساحه 1 شفتوا اهميه وجود شبكه احداثيات وكيف انه من الاحداثيات بامكاننا نحل مشاكل كثيره. في شابتر 10 في الكتاب راح نتعرض لموضوع انه كيف انشئت هذه الشبكات وما هي المعايير المختلفة التي تؤخذ بعين الاعتبار in the planning and design of control networks. In chapter 1, in surveying 1, we said that according to the method of surveying, surveying can be divided into ground surveying and remote surveying. Do you remember that? Okay. What we have been doing is ground surveying. We go to the site. We take our equipment with us and we do the needed measurements. In photogrammetric engineering or surveying, what we do is we take photographs from airplanes, bring these photographs to the lab, we do some measurements on the photographs, and we get the needed measurements or the output you need, like plan for an area, for example, for a city. يعني احنا ما بنروح على الموقع مباشرة، ممكن احنا نعمل خارطة لمدينة باريس واحنا ما رحنا عليها، تجيني الصور عبر الانترنت، اعمل القياسات المناسبة على الصور هذه واجهز الخارطة وارجعها، وانا لا رحت ولا جيت، خذني على باريس وضيع فيها. واضح؟ احنا مش هنتوسع كثير لانه هذا موضوع كبير وضخم، كانك تعمل كذا دكتوراه فيه. احنا راح ناخذ بيسكس، وكلكم برضو سمعتوا في الانترودكشن في مساحه 1 وعده مرات خلال المساء
والموبايلات اللي معكم بعضها بكيس ما يسمى جي بي اس Global Positioning System، كيس لك إحداثيات باستخدام الأقمار الصناعية. كيفية أو مبدأ عمل أو مبدأ قياس الإحداثيات باستخدام الأقمار الصناعية راح نتعرف له نتعرض له إن شاء الله تعالى شابتر 12، وإن شاء الله يضل معنا وقت إن نتعرض لتكنولوجيا جديدة اللي هلا مكتسحة السوق اللي هي GIS Geographic Information Systems. يعني الفصول اللي فاتت بينت للأسف الشديد أنه قد لا يكون هناك وقت كافي، بس على الأقل راح نعرض لكم فيلم يعرفكم إيش هو GIS، وبلكي أعطاكم الحافز أنكم تأخذوا المساق الاختياري اللي هو بيحكي عن الموضوع هذا. أهداف المساق Course Objectives: This course continues what Surveying 1 has started in giving the students the basic principles of plane surveying and map making. إذن هو تكمل لمساحة واحد، يهدف إلى تكملة أهداف مساحة واحد بإعطاء طلبي مبادئ المساحة المنبسطة سميناها وعمل الخرائط. It also aims to teach them the principles of route surveying and photogrammetric engineering in addition to advanced surveying techniques and concepts. إذن يعني راح نتخطى البيسك برينسيبلز ونتعرف على الادفانسد methods of surveying like photogrammetry as I said and GPS and probably GIS. شو بنتوقع من هذا المساق بعد ما نخلصه؟ شو بنتوقع ان نعرف؟ At the end of this course, students should be able to calculate and measure most types of areas, whether being regular or irregular. واحد سلمك مساحة قطعة أرض سواء بدك تمسحها أو موجودة على مخطط، مفروض إنك تقدر تحسب مساحة قطعة الأرض هذه سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة. وكمان شوي إن شاء الله بنبلش شابتر 8 وبنعرف شو معنى منتظمة أو غير منتظمة. كمان راح تتمكن من حساب كميات الحفر والردم، كميات المي وما إلى ذلك. راح يكون عندك معلومات كافية إنك تقدر تشوف طريقك في مساقات ترانسبورتيشن، في موضوع المنحنيات إلى حد ما من حيث التصميم، ولكن بشكل كبير من حيث التنفيذ، كيف تحط علامات على الأرض عشان البلدوزر تعرف من وين تشك الطريق وتفتحه، سواء هوريزونتالي أو فيرتيكالي. هوريزونتالي يعني من وين، فيرتيكالي كديش نحفر. أوكي. Have good understanding of the factors that are taken into consideration in the planning and design of horizontal contour surveys. لو كنت بدك تساهم في إعادة تصميم شبكة زي الشبكة الفلسطينية اللي هي أنا بقول عنها مهترئة بسبب المشاكل الكثيرة اللي فيها، وخاصة إنه أنشئت في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي، لو بدنا نعيد تصميمها أو لو انحطيت في دولة فيش فيها شبكة إحداثيات وبدك تصمم شبكة الإحداثيات، شو الأمور بدك تأخذها بعين الاعتبار؟ طبعا هذا موضوع كبير برضو، يعني لا نستطيع أن نتوسع فيه. هناك مساقات تخصصية للناس اللي بتخصصوا في هذا الموضوع. أوكي. راح نتعرف أو راح تكون على دراية في موضوع الفوتوغرامتري لما تقرأ مثلا عطاء في الجريدة، والله إنه فلان أو المجلس القاري الفلاني طالب أورثوفوتو على سبيل المثال للمنطقة الفلانية أو تصوير جوي، يعني على الأقل راح تفهم في الأمور هذه. راح تبطل تسأل زملائك إيش هي الجي بي اس اللي في الموبايل هذه، راح تصير تعرف أنت من حالك تقيس، تفهم كيف الأقمار الصناعية بتقيس وتعطينا إحداثيات. وزي ما حكينا إنه إن شاء الله تعالى راح يكون عندك خلفية في موضوع الجي اي اس، بلكي أعطاك الحافز لأنه عشان تاخذ المساق الاختياري اللي المفروض بسنة رابعة وسنة خامسة. وهذا الحكي ممكن يساعدك كمان مشروع التخرج تبعك تشتغل باستخدام الجي اي اس، لانه الجي اي اس شق طريقه في معظم التخصصات في ايامنا هذه. الكتاب تكست بوك للمساق هو نفس الكتاب اللي درسنا فيه مساحه واحد، ما في تغيير. تقييم المساق راح يكون في عندنا 2 ميد تيرمز، فيرست اند سكند. Each one carries 25%.
with a total of 50%. And the final exam is going to carry 50%. That's a total of 100%. I'm not going to give you homeworks. Why? I don't want students just to make copies of other students. We have tried this. أنا بحاول أتبع أسلوب معكم يمكن جربتوه مساعة واحد. As the author of this book, أنا وضعت الأسئلة اللي أنا برى إنك لازم تعرف تحلها حتى إنك تفهم المسألة. تحل هاي الأسئلة راح تظبط، ليش؟ لأني بجيب لك جزء من أو بعض هاي الأسئلة في الامتحان. وشو الهدف من الهوم ورك؟ مش نحل ونفهم؟ طيب، أنتم كلكم بدكم علامات. حل الأسئلة هذه. وهي هي الهوم ورك تبعتك. وانا عشان اتاكد انك حليتها واستفدت، انا راح امتحنك فيها في الامتحان. اوكي؟ توقع، انا بقول توقع. ان شاء الله تمشي الامور تمام. فتغطية المساق ستكون كالتالي على كف الصفحة عندكم. الأسبوع الأول هذا رح نخلص فيه الكورس اوتلاين اللي احنا ماشيين فيه. الصفحة الثانية يا بشير لو سمحت. اسمعي بشير. اوكي. إذا في الأسبوع هذا اللي هو تغطية الكورس اوتلاين و تشابتر 8 اللي هو Areas and Volumes. الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى بنبلش في Route Surveying. Route Surveying متوقع الراو سيرفينج متوقع انه ياخذ ثلاث اسابيع الا شوي. شابتر 8 وجزء من شابتر 9 اللي هو الراو سيرفينج راح ناخذ الامتحان الاول اللي انيشالي ليتس سي اتس اون ذا 27th اوف جون. اوكي 27 الشهر. نرجع بنكمل شابتر 9 وشابتر 10 يمكن ياخذ منا اسبوع وشوي عشان هيك اجى مكسوم هنا. اوكي فوتوغرامتري راح تاخذ اسبوع ان شاء الله تعالى. وبناخذ سكند ميد تيرم برضه صندي ولكن 18/7/2010. وفي الاسبوع الاخير نغطي الجي بي اس. الجي بي اس بده ثلاث محاضرات والجي اس عرض فيلم بده محاضره واحده. بنكون هيك ان شاء الله تعالى غطينا الماده المطلوبه. حد عنده اي استفسار شباب؟ areas and volumes. areas and volumes. why not volumes and areas? yes. الvolume. او باختصار شديد فوليوم بساوي مساحة في بعد آخر، صح؟ لهذا السبب لازم نعرف كيف نحسب مساحات في الأول. أوكي. إذا راح نبلش في موضوع المساحات وبعدين إن شاء الله بعد محاضرتين بنبلش في الفوليومز. لو طلب منك تقييم أي قطعة أرض to evaluate any piece of land there are three factors that you have to look at. The first factor is the location. Piece of land, which is one dunam of area, near the circle, downtown, is more expensive than one dunam of land near the university. صح؟ موقع دنم بنفس الشكل خلينا نقول في منطقة الدوار أغلى من موقع دنم في منطقة الجامعة أو أي مكان آخر. إذا اللوكيشن حتى لو تساوت المساحة تختلف القيمة. لوكيشن المساحة دنم هي أغلى من دنم ولا لا؟ والعامل الثالث الشكل شيب. ممكن يكون في عندي قطعة أرض بالشكل هذا دنم وممكن يكون عندي قطعة أرض
برضه دنم ولكن بالشكل هذا. واضح انك بامكانك تبني اي بنايه بدك اياها بشكل مريح في هاي القطعه، ولكن هاي القطعه بتبني لك فيها ايش؟ اذا طلع لك بجوز ما يطلع لك ايش؟ لانه بدك ترتد من هان، ممكن هذا الارتداد من هاي الجهه نفس الشيء، والمنطقه المسموح فيها انك تبني فيها ما تضلش في الهارد، صح؟ ف اذا الشكل مهم. احنا في هذا الشابتر راح نتعامل في ايش؟ موضوع الاجهزه. احنا ذكرنا هذول بس عشان انك تخليهم ايش؟ in the back of your mind. You have to take them into consideration. يعني اولها راح نتعب في قضيه ال بس صح، بس مش هتفرق نفس الشيء. العامل الثاني او الموضوع الاخر نحكي فيه شكل قطعة الارض من الخارج. انسى انه الارض مربعة او مطاولة. يعني خذ على سبيل المثال لو كان عندك قطعة ارض بالشكل هذا وقطعة أرض بالشكل هذا، لاحظ القطعة هذه محاطة بخطوط مستقيمة، هذه محاطة بخطوط ايش؟ متعرجة، قد لا تتبع أي نظام رياضي، يعني ما في لها معادلة رياضية، بس بشكل عام شكلا مالهم تقارب، يعني بتقدر تبني فيهم نفس البناية، صح؟ بس كيفية حساب هذه الأرض مساحتها يختلف عن كيفية حساب مساحة الأرض هذه. هذا الشكل بنسميه regular figure، شكل منتظم، وهذا الشكل بنسميه irregular figure. إذن how we define regular figure and irregular figure. The regular figure is the one surrounded by straight lines or curved lines that have a known equation like circular curve. So we call the circle regular or irregular? Regular. Because there is an equation that can be used to calculate the area precisely and accurately. So, areas surrounded by straight lines or curves, let me call it, with known equation or mixture of both straight lines with circular curve, for example, we call these regular figures. Let me give you an example. The intersections inside cities. حتى انك تسهل التفاف السيارات ما بتخلي الوضع على الشكل هذا، صح؟ شو اللي بنعمله هنا؟ بنعمل كير بالشكل هذا، وممكن تعمل جزيرة هنا
It's okay. Some of the limitations of the technology that we have. Okay. نجرب محل ثاني. Now somebody that has a piece of land here. So the piece of land is now composed of what? Straight line from here to here. To here. Then circular arc to here. Then straight line to here. Then straight line to here. هلا لو بدنا نحسب مساحة الأرض هذه، لاحظ مساحة الأرض شو بتساوي؟ بتساوي مساحة هذا الجزء زائد مساحة الجزء هذا. إذا في عندي جزء من المساحة محاط بستريت لاينز وجزء بسيركولر كيرف، والمساحة الكلية هي مجموع الجزئين. ولكن هذا فيجر قطعة الأرض اللي هي من هام لهام لهام، بعدين تمشي مع السيركولر ارك هذا لعند هام لعند هام، هذه تسمى ريجولر ولا ايريجولر؟ ريجولر. ليش؟ لأنه ممكن حساب المساحة بشكل دقيق من المعادلات الرياضية. ولكن لو كان عندي قطعة أرض بالشكل هذا محيطها لا يتبع شكل رياضي معلوم لدينا، معادلة رياضية، تعرف كثير من الأراضي عندنا في فلسطين محاطة بسلسال متعرج سيدو سيدا كيك بنو، أو حبلة مشوا كيف الحبلة موجودة وقالوا هذا الحد بينها، أو الصبرات، صح؟ فكثير من الحدود عندنا متعرجة لا تتبع نمط معين. هذا الشكل نقول عنه ريجولر. طيب ماذا عن هذا الشكل؟ مش هذا؟ يلا بنكمل عليه مش مشكلة. اللي موجود عندي هنا هو ظاهر. و الشاطئ كان غير منتظم. ثلاث أضلاع أخرى مالها خطوط مستقيمة، ماذا نسمي هذا الشكل؟ irregular. إذا لو نوجد سنتي واحد في المحيط irregular، هذا يجعل حساب المساحة بشكل دقيق غير ممكن، ولهذا السبب يسمى الشكل ماله irregular. Okay. Now in this chapter we will learn how to calculate areas of regular figures. انتبه انتبه للمصطلحات اللي بستخدمها. We will learn how to calculate areas of regular figures, how to estimate areas of irregular figures. ريجولار فيجرز ما بنقدر نعرف المساحه 100%، فبنلجا لايش؟ لتقدير، بس مش تقدير يلا الدنم نضيع لنا فيه نص دنم، لا يعني امتار قليله ممكن هذا الحكي. And how to measure. لاحظ انا استخدم ثلاث مصطلحات: calculate, estimate, and measure. All types of areas, whether being regular or irregular, using some tools like the device or small device that we are going to learn about, which is called planimeter.
write it again. Planimeter. اوكي منيح اللي مسح من حاله. اذا راح يكون في عندنا mathematical methods to either calculate or estimate and instrumental methods using a device called planimeter. Let's see what's the planimeter. This is the old planimeter. We have the old technology and the new technology, but you are exposed to either when we graduate, when you graduate, you might be given this device or the more advanced one. So we're going to learn about both of them. The planimeter is a device that's used to measure the area of a figure which is drawn. What does that mean? Means you are given a piece of land which is drawn on a map, and you and the scale is known, and you need to calculate this area. So this device cannot be used to take it outside to the field and go around the border of the piece of land and measure the area. You cannot do that. قطعة الأرض يجب أن تكون ممسوحة ومرسومة ومقياس رسمها ماله معروف. فإذا عندك المخطط بتجيب المخطط حطه على الطاولة وبتجيب الجهاز هذا اللي هو يسمى بولر بلانيميتر وساعتها بإمكانك إنه تقيس مساحة الأرض هذه. مما يتكون هذا الجهاز؟ خمس مكونات بسيطة. أولا هو كجهاز جزء مبين كبير على حسب الرسم هذه، ولكن الجهاز عبارة عن ذراعين طول كل ذراع بحدود 25 سنتي بس، يعني الجهاز كلياته في علبة صغيرة هالقد، راح تشوفوه بالمختبر. صار فرصة بجيبه معي في المحاضرة الجاية إن شاء الله تعالى. الجهاز يتكون من ذراعين رئيسيين، الذراع الأول اللي هو هذا، وهذا هو ايش؟ الذراع الثاني. الذراع الأول يتكون من جزئين، بول اللي هي نقطة تثبيت، هذه عبارة عن أسطوانة صغيرة شباب بهالحجم هذا، يعني خلينا نقول بقطر 2 إلى 3 سنتي، وخارج منها دبوس عشان نقدر نثبت الجهاز، يعني بدك تقيس المساحة تحط المخطط على الطاولة، ما بصير الجهاز إنه ينزلق فبدك تثبته، فبيكون في دبوس طالع، أنت بتضغط على رأس الدبوس من هنا، وفي عنا ذراع التثبيت، لأن هذه نقطة التثبيت بول، وفي عندنا بول آرم اللي هو ذراع التثبيت. وذراع التثبيت إذا بتلاحظ كيف منتهي هنا معكوف بزاوية 90 درجة، وفي قلي بول في نهايته يدخل في فراغ موجود في الذراع الثاني. أوكي، فهذه أو شبك الجهازين بالطريقة هذه بسمح في إيش؟ زي رولر، مر معك الرولر في الستاتكس، شو بتسوي؟ تسمع في ايش؟ بس تسمع في روتيشن، مزبوط؟ وهي نفس الشيء، فبصير في عندنا مجال انه الذراعين يتحركوا بالحركه بالنسبه لبعضهم البعض. الذراع الثاني يتكون من عجله قياس، عجل هي وينه؟ من تحت هو عباره عن عجل لانه بدي يمشي على السطح اللي انت بتقيس عليه المساحه اللي انت حاط عليه الخرطه. وفي عندك تريسنج ارم اللي هو ذراع الترسيم نسميه او ذراع التخطيط. وفي عندنا تريسنج بوينت اللي هي عباره عن عدسه في وسطها نقطه حمراء او اشاره زائد او دائره صغيره. هذه الدائره بدها تمشي حول محيط الشكل اللي انت بدك تقيس مساحته.
إذا مرة ثانية pole arm ذراع التثبيت وذراع التخطيط أو الترسيم اللي هو مكون من ثلاث شغلات رولر عجل. لو أنت تتحرك على سطح اللي هو عادة بيكون طاولة وأنت تتحرك على سطح الطاولة وتلف حول الشكل إذا تقيس مساحته العجل شو بيكون يسوي؟ بيكون يتحرك. فبدي عداد يقيس لي كم حركة أو كم لف يلف العجل. هذا من ضمن شغلاته إنه بيقيس لك عدد الدورات. في عنا ذراع نسميه ذراع الترسيم، هذا يجب أن يكون طوله متوافقا مع مقياس الرسم. وفي عنا نقطة الترسيم اللي هي بدها تلف حول الشكل المراد قياس مساحته. هلا مش مطلوب، ما بدنا نتعرض للثيوري او للاشتقاق، الاشتقاق موجود عندكم في الكتاب. احنا بهمنا نعرف كيف الجهاز بيشتغل. ممكن هذا لطلاب متخصصين في المساحه اننا نتعرض له بشكل اكبر، بس احنا المطلوب منا نعرف كيف هذا الشكل او كيف هذا الجهاز بيشتغل. شوفوا شباب، كل جهاز من هذه الاجهزه بيجي معاه جدول بالشكل هذا، ثلاث أعمدة راح تشوفوا في المختبر إن شاء الله تعالى. العمود الأول اللي هو مقياس الرسم للمخطط اللي بدك تجد مساحته. العمود الثاني اللي هو طول ذراع الترسيم، ذراع الترسيم اللي شفناه اللي موصول مع نقطة ترسيم. والشغلة الثالثة تسمى Vernier Unit Equivalent. Vernier Unit Equivalent شو المقصود في هذا الحكي؟ بس اتذكر أني بدي أرجع على الصفحة اللي قبلها. شوفوا شباب، اللي بنعمله كالتالي، بنثبت الجهاز على مقربة من الشكل. شو معنى بنثبت الجهاز على مقربة من الشكل؟ يعني لو كان الشكل اللي بدي أوجد مساحته أنا هنا، شوف شو بتسوي. هذا الجهاز طبعا ممكن يكون بالشكل هذا، وتخيل هذا لو كان ملفوف للجهة الثانية، يعني كيف؟ مرة ثانية، هذا الشكل من جد مساحته، وهذا الجهاز معلش بدي اوجد مساحة الشكل هذا. هذا عند الجهاز، طلع هذا هو نفس اللي انا رسمته، سواء اني هذا دورته حطيته من الجهه، مش كنا انه بيسمح بالروتيشن. اوكي، هاي نقطه التثبيت اللي هي هذه، وهذا ذراع التثبيت، هذه العجله اللي هي هذه، وهذا ذراع التخطيط، وهذا هو الشكل اللي انا بجد مساحته، وهذه نقطه الترسيم. اللي بدي اعمله كالتالي، انا بدي اختار ذراع من الجدول طوله يتمشى مع مقياس الرسم. هلا هذا الذراع منين اجيبه؟ هذه له علاقه في الاشتقاق اللي احنا كنا بدناش ناخده، ماشي؟ طول الذراع له علاقه في الاشتقاق. على كل حال نوقف لعند هنا ونكمل المره الجايه ان شاء الله تعالى. بحاول المره الجايه اجيب الجهاز معي على اساس تكون الصوره اوضح ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه.